لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا عبر هذا البث المباشر هنا من إقليم الصويرة بالضبط من جماعة ديالي وكراتي. معنا دوار الفتاتشة، مواطن دوار إيش؟ دوار الفتاتشة. دوار الفتاتشة. معنا المواطن يربط الاتصال بنا من أجل إيصال الصوت ديالو للجهات مسؤول هذا هنا بإقليم الصويرة بالضبط بالصويرة ومدينة آسفي من أجل الإنصاف ديالو، بعد ما على حساب الوصف ديالو التعبير ديالو بأنه تعرض للظلم من طرف أحد الأقارب ديالو اللي كيدعوا أنهم عندهم نفوذ، باع عليه واحد القطعة أرضية وكيلقى راسو من بعد معرض لمواجهة شبح ديال التشرد. حكم ديال الإفراغ كاين، إذا مضطر أنه يخوي دارو اللي كبر فيها وكبروا فيها وليداتو ويخوي بلادو اللي ولات على والديه. وغنسمعوا كاملين الرسالة ديالو. السلام عليكم. السلام عليكم. شرفنا براسك يا عمي. هناوي الهاشمي. عمي هناوي، اشنو وقع لك عمي الهاشمي؟ هذا السيد هذا ما تسميش، باش نقول لك هذا السيد هذا هو من عائلتي. من عائلتي شاري 18 خدام اللي عنده في رسمه، ورسمها هو كيحكم عليه، ودى خمسة الخدام ونص الاولى لشي يتامى ولاد خويا، دخلها من المحافظة تعرضوا ليه وناض حيد داك التعريض وحفظهم دخلهم المحافظة. من بعد جات طول لي على واحد البيت ديالي ساكن فيه انا ووليداتي. شحال من عام انت ساكن؟ ساكن فيها من عاد زدت انا، زدت هنا، كبرت هنا، ولدت ولادي هنا، زوجت ولادي هنا، وعلى اخر 70 عام هاني مطحون. فين غادي نمشي؟ غادي نمشي فين غادي فين غادي نمشي؟ الحق ديالي ما شديتوش، ما عطاوش ليا الناس الحق ديالي، ما عطاوش ليا. ها ولادي انا مفرقهم على الديور، هاني انا حواز على الديور وكان ناس فيلاش حوايجي شتت. شكون يرحمني؟ لا من يرحمني، شكون يضمن ليا الحق ديالي؟ بدون شفقة هاد الناس حكموا عليا بالطرد، ولا جا كيتعطى فيه شهر. هاد الناس عطوني 15 يوم باش غادي نخوي. فين غادي نمشي؟ فين فين غادي نكري لهاد الدراري؟ فين غادي نمشي؟ دابا راني تحت انتظار التهديد. دابا هاد الاثنين لا ونهار جوج في شهر 9 غادي يخرجوا باش غادي يخووني، ونشوف فين غادي نعطي راسي. الله اعلم. هاد الناس هادو، هاد الناس هادو طولوا عليا، طول عليا هاد السيد هذا، واي باب دقيتو كيسدو عليا. ما عرفتش النفوذ استاذ، ما تقولش فاش كنخدم ما تقول والو، ولكن كيقول عنده النفوذ. اي يا استاذ، هذا هو اللي كاين. والارض ديالي هي هذه فين راه 7 الخدمه مازال. هذيك هي دارك هي هي هذيك، راه فين راه الباب ديالها، راه فين، راه معزوله منه، راه فين. هما حكموا عليا بالافراغ. وعندك الملكيه ديال الدار؟ ها الملكيه سي نوارد. وارد انا غير وارد، ومن اللي بين نكتبها ندير ريها تبوت النسب. نض هاد السيد هذا تعرض ليا التعريض، راه عندي، راه فين هو. ولا كيقول راه ديالو حتى هو، كيقول ديالي، شاري كلشي و 18 خدام عنده في الرسوم راك شديها، وخمسة الاخرين اللي فيها الدار و طول لي عليها. ما تعرضتوش؟ تعرضنا، تعرضوا في هذيك 5 الخدامه اللي دخل المحافظه، تعرض فيهم. ولكن من بعد داك التعريض ما نعرف كيفاش دار، حتى دوزوا ليه، تدوزوا ليه هذاك التيتر ديالو شدو. ومن بعد التيتر ديالو طول لي على الاخرين تاني، طول لي على داري وعلى الملك الباقي، ورحنا تحت التهديد، تحت رحمه التهديد. شكون يرحمنا؟ شكون في الحق ديالي؟ انا ما شديتوش، ما شديتش الحق ديالي، وما تعطاش لي 14 عام استاذ، وانا كنطحن هاد السيد هذا لاي باب دقيتو كيسدو عليا. الخدمه ديالك اشنو؟ الخدام ديالي كنخدم عند الناس، اقسم بالله العلي العظيم اللي كنخدم عند الناس، وما وكلتوش لولادي، عرقت فيه ما وكلتوش لولادي، كنخسروا معاه بهيمي، بعتهم كخسرتهم معاه.